أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون مصرية على قناة الصحة والجمال. الحقيقة النهاردة عندنا مفاجآت جميلة جدا، فقرة مواهب مصرية في تواصل عليها بشكل غير عادي، بسم الله ما شاء الله. ناس كتيرة جدا عندها مواهب في كل المجالات، وناس بتشتغل بالفعل في المواهب ديت في أماكن كتيرة جدا، ولكن احنا من واجبنا كعيون مصرية ان احنا نسلط الضوء على هذه المواهب الفنية، سواء كانت في الإنشاد الديني او كانت في قراءة القرآن او كانت في الغناء او في التمثيل او في اي فن موجود نقدر نسلط عليه الضوء. النهاردة عندنا فقرتين، الفقرة الأولى هيشرفني فيها مايسترو ثروة عالم الدين، مايسترو في قصر ثقافة سوهاج، نتشرف فيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بيك. تحياتي. ومعانا كمان الشيخ أبو الحجاج السوهاجي، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. إحنا طبعا الحلقة بتاعتنا النهاردة مميزة، والفقرة دي بصراحة فقرة مميزة جدا. هنحاول بس نتعرف على ضيوفنا الكرام. عرفنا بنفسك يا أستاذ ثروت، ويعني باعك بقى في مجال الفن وخاصة في قصر ثقافة سوهاج، وكلمنا عن نفسك شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للمشاهدين الأعزاء. أنا سابقا كنت مايسترو الموسيقى العربية في قصر ثقافة سوهاج، وحاليا متبني فرقة الأطفال في قصر ثقافة سوهاج، وأسست أول أكاديمية لتعليم الموسيقى في سوهاج. جميل جدا. يعني على فكره انا الكلام ده يمكن قلته كتير، قلت يمكن سوهاج من المحافظات اللي الولاده اللي هي دايما أكيد. بتخرج مواهب في كل حاجه أكيد. يعني أكيد. كل ما بيتواصل معانا ناس افاجئ جدا ان هم من سوهاج، اللي في الغناء، اللي في الرياضه، اللي في التمثيل، قراءه القران، الانشاد، فدي حاجه جميله جدا، وخاصه أكيد. كمان ان حضرتك يعني في الاطفال، يعني كل المواهب اللي حضرتك بتتبناها او الاكاديميه اللي حضرتك بتتبناها في الاطفال، فدي حاجه احنا بنشجعها جدا. انا بحس بمجهودي بيظهر مع الطفل يعني. طبعا اما احنا بنقول دايما في برامجنا ان اطفال اليوم هم شباب الغد، هم رجال المستقبل. نعم نعم. تمام. والشيخ بقى ابو الحجاج السوهاجي، عرفنا بحضرتك. فندم ابو الحجاج السيد ابو زيد مداح الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. انا بدات وانا في سن السادسه من عمري الانشاد الديني، يعني حاجه بحبها وبحترمها وبقدرها. فقناة الصحة والجمال قناة ليها باع طويل ومشاهدينها كتار جدا، فأنا بصراحة يعني لما تواصلت مع القناة فالناس رحبوا بيا وقالوا يا ريت. احنا طبعا بنرحب بيك يا شيخ ابو الحجاج، وعايزين بقى نبدا حلقتنا النهارده كده وتسمعنا حاجه كده نسعد بيها كل مشاهدينا الكرام. ان شاء الله. اتفضل يا فندم. أنا
النبي أنا في سيرة المصطفى بالقلب قبل فمي في سيرة الحبيب بالقلب قبل فمي ذكرى من لي سواك إليه أرفع قصتي والله يقبل من إليه أنا هاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا فوق البساط دنا ونودي باسمه دس يا محمد دس يا حبيبي لا تخف إرعابا أنت الحبيب ومن يطعك أطاعني الخلق الجميع خطابا لا 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 أنت جبار ولا متكبر كنت نماما ولا مغتابا لا أنت مجنون ولست بشاعر لا أنت مجنون ولست بشاعر لعن الذي لك في الوجود أعابة أنت الشفيع أنت الضمين للمؤمنين للموحدين يوم القيامة إذ أتوا أحزابا
تحب مين في الأسامي؟ قلت ميم حام امداد محمد، الميم منه مراد الله أوجدنا، والحاء منه حياة الروح من عدم، وميمه الوسطى قبل الدال تعلمنا بأنه الملك والملكوت كالعالم، والدال دلت على أن الوجود بدا، فلولاك لولاك ما خلق امرئ، كلا كلا ولا خلق الورى لولاك، يا من تنادى في الورى بمحمد وبأحمد، إذ في السماء محمود صلصال سرك، صلصال سرك حين لاح بأرضه خرت له أهل السماء سجود، وأبى اللعين سجوده، أبى اللعين سجوده حسدا به سبقا عليه بأنه المطرود. لولاك يا رسول الله، يقول ربي لولاك يا حبيبي، ما خلقت لوحا ولا قلما ولا عرشا ولا كرسي ولا جنة ولا نارا، فمن أجلك يا الله. بسم الله ما شاء الله، صوت ممتاز جدا جدا جدا، واداء والله اكثر من رائع. الله يحفظك شيخ ابو الحجاج. انت حضرتك بتحيي حفلات ايوه في سوهاج بس ولا لا في على مستوى انحاء الجمهوريه؟ يعني اي مكان. تمام، جميل جدا. الارشاد الديني طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني يمكن سوهاج بالذات، يعني يمكن نماذج الشيخ ياسين التهامي والمشايخ الكبار وحضرتك والناس، يعني لكم باع كبير جدا. ايه سبب حب الصعايده في الانشاد الديني بهذه الكثره وهذه الموهبه؟ والله المنشد الديني يقوم مقام الخطيب اللي على المنبر بالضبط. نعم، يعني بيؤدي دعوه ورساله، دعوه ورساله من خلال بيوصلها بطريقه يعني جميله جدا. نعم، طبعا بمصاحبه الموسيقى. طبعا الموسيقى دي اصلا غذاء للروح، فبتدخل في كيان، تتغلغل في كيان ومشاعر الإنسان. تمام، فبيبتدي يسمع النصيحة اللي أنا بقولها بطريقة الإنشاد الديني. يعني ممكن الإمام على المنبر يقول ساعة مثلا على المنبر، تمام،
اثنين يفهموا القصة والباقي ما يفهمش. صحيح. لكن الإنشاد الديني بيحرك المشاعر، وطالما تحركت المشاعر بيفهم ايه الموضوع، يعني صحيح. يعني ايه النصيحة اللي انت عايز تقدمها مثلا. صح. عن صلاة، عن سيدنا محمد مثلا، زي احنا بنقول مين هو سيدنا محمد، وربنا سماه محمد ليه، وايه معنى كلمة محمد، وايه معنى احمد، وايه معنى محمود. فبيفهم المستمع يعني ايه الموضوع بالضبط. تمام تمام. احنا طبعا بنتمنى لك والله التوفيق، وان شاء الله احنا نحاول بقدر الامكان بقى نعمل معاك حلقه كامله، وبصحبه برضو المايسترو الاستاذ ثروت عالم الدين، بحيث ان احنا يكون عندنا وقت كافي نسمع، لان بسم الله ما شاء الله يعني يعني يبدو ان حضرتك موسوعه وعندك كم كبير جدا من الانشاد او القصائد الدينيه اللي حضرتك حابب تسمعنا النهارده، ولكن عندنا برضو بعض المواهب الفنيه الموجوده برضو ابنائنا عايزين برضو نسلط عليهم الضوء. فاحنا بنشكر حضرتك معانا يا فندم، وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق. انا سعيد جدا ان انا تواصلت مع حضراتكم، وحضرتكم قناه جميله جدا وليها مشاهدين كتير كتير، وكل الناس صراحة بتشيد بالقناة دي يعني، إن شاء الله، والعاملين والقائمين عليها. جزاك الله خير. كل الشكر لك. شكرا. وطبعا أنا نستأذن بس من حضرتك، المايسترو ينتظر معانا عشان خاطر أولادنا الموهوبين اللي هيكونوا معانا يشرفونا. فإحنا إن شاء الله بنشكر حضرتك. إن شاء الله عندنا فقرة مهمة جدا، مواهب فنية متعددة في الغناء وتقليد الفنانين، هتكون إن شاء الله بعد الفاصل. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، ويا أغلى الأوطان في حبك شئ عادي، عيلك ما كل أنا. مصر بلادي وفؤادي، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان. مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان. ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، ويا اغلى الاوطان في حبك شئ عادي، عيلك ما كل انا. مصر بلادي وفؤادي، يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك، يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. من لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. وكلنا يا مصر في ضرب لمن طينك، نرفع راياتك
واسمك نتفني غني لك وكلنا يا وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر أيدا أنا ديلك مصر 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 يا فرحتك يا مصر 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 يا فرحتك يا مصر وكل شعب مصر. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. علشان صحتك تهمنا بنستخدم أفضل خامات التغليف وكمان أجود أنواع المواد الغذائية. الامتياز فودز لتعبئة وتغليف وبيع وتوزيع المواد الغذائية، أرز، سكر، خضروات وكافة أنواع البقوليات. التعامل المباشر مع كل منافذ بيع المواد الغذائية في كل مكان في مصر مع تجار الجملة والمحلات والفنادق والمطاعم. الامتياز فودز شعارنا هو الإتقان يصنع الجودة والتميز. أسعارنا ملهاش مثيل واسألها تعرف إنه مفيش بديل. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية 2 شارع مسجد الرحمة مساكن فيصل خلف الدائري 011-5-650-16-34 010-92-34-04-89 شركة هامبورغ لتصنيع واستيراد وتصدير الأجهزة المنزلية. التكنولوجيا الألمانية والجودة السويسرية بأيدي مصرية. جميع أنواع الثلاجات، الغسالات والديب فريزر. التعامل المباشر مع الموزعين وتجار الجملة في كل محافظات مصر. كل منتجاتنا بالضمان وحتى 5 سنوات. لدينا خدمة ما بعد البيع. مراكز صيانة هامبورغ في كل مكان. متخصصون محترفون نتميز عن غيرنا لأننا الأسرع في الوصول إليك. هامبورغ تهمها صحتك وصحة عيلتك، علشان كده لازم تنضموا لعائلة هامبورغ. هامبورغ يعني الجودة والأمان والضمان والعمر الطويل. هامبورغ لديها كل ما يلزم البيت المصري في أي وقت وأي مكان. شركة السماحة للمقاولات العامة والتجارة والتوريدات، بيع وشراء وإيجار أراض ووحدات سكنية ومحلات تجارية وعقارات وفلل. أروع وأجمل التصميمات وكافة أنواع التشطيبات والديكورات. إمكانية المشاركة على الأرض. شركة السماحة للمقاولات العامة والتجارة والتوريدات، 1 شارع عبد الخطاب، أرض اللواء المهندسين. ورجعنا لكم تاني، وتاني فقرة فنية معانا. نرحب بضيوفنا الكرام. معانا مصطفى فكري. مصطفى فكري، ازيك يا مصطفى؟ منين يا مصطفى؟ من بني سويف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. محمد عيد، انت كنت هتضيف معانا في الحلقه اللي فاتت، ولكن صوتك عجبنا جدا فقلنا ان احنا نستضيفك تاني ونحاول تدينا جزء تاني كده. اهلا وسهلا يا محمد، منورنا. ومعانا النجم الصاعد الواعد بقى، حازم شومان. مظبوط كده؟ مازن شومان. مازن؟ مازن شومان. اخبارك يا مازن؟ الحمد لله. منين يا مازن؟ من سوهاج. برضه سوهاج؟ اهلا وسهلا. وطبعا مشرفنا في هذه الفقره من الفقره اللي فاتت المايسترو الاستاذ ثروت عالم الدين. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. النهارده ان شاء الله عايزين بقى مصطفى هتقدم لي محمد عيد
ومازن شومان على انهم فنانين وهيغنوا النهارده لان مصطفى بيقلد فنانين. اتفضل يا مصطفى اتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هنعلمكم النهارده الفنان الليمبي. خش على طول بقى، خش على طول بقى، المشاهدين هيعرفوا. احنا النهارده في برنامج العيون المصريه، برنامج كله قدوه، وان شاء الله الناس هتعجبكم قوي قوي قوي. يعني معنا الفنان الكبير ان شاء الله مازن شومان، هيغني لكم اغنيه الاماكن. اتفضل يا كبير. سلام يا مازن. في سنة تانية عدد. مين بقى اللي اكتشف الموهبة بتاعتك؟ المايسترو ثروة علم الدين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بتتدرب معاه في قصر الثقافة؟ قصر ثقافة. مستواه عامل ايه يا مستر؟ ما شاء الله مستواه حلو، عنده كم من اغاني وداخلين على المقامات ان شاء الله، بدرب على المقامات الموسيقية بحيث يكون متألق في المقامات ويعرف النغمة اللي بيغني منها. تمام. بحيث انا منزل له الكمانجة درجتين على اساس صوته صغير، لان بعد ما يكبر بيتغير الصوت. تمام. في فتره بعد الابتدائي بيتغير صوته. تمام. يعني تمام. بس انا عايزك لما تغني حاول تقرب المايك عشان المايك كان بعيد وانا عمال اشاور لك بقى فانت مش واخد بالك. تمام. طيب مصطفى، انت موهوب في تقليد الفنانين، يعني احكي لنا عن الموهبه بتاعتك. انت موهوب في ايه؟ انا موهوب انت بتتواصل معايا بقالك سنه يا مصطفى، عايز تطلع في البرنامج. أيوة. فكلمنا بقى وقول لنا، عايزين نطلع اللي عندك للساده المشاهدين. احنا نطلع اللي عندنا للساده المشاهدين. خد راحتك، خد راحتك وانت قاعد. يعني نطلع لهم بقلد اسماعيل ياسين وعادل امام وعبد الفتاح القصري. تمام. والليمبي يعني بانواعه بافلامه وانواعه كلها. طيب قلد لنا كده، نقول مثلا عبد الفتاح القصري. لو قلت لك، انا قلت لك من الراجل كلمات لا يمكن تنزل الارض ابدا، ده انا حنفي، في حد ما يقدرش يسمع كلمتي، ده انا استرت السوق كله. جميل جميل. خش على اسماعيل ياسين، يعني كمل بقى من غير ما اقول لك على طول. طلع لك اقدر اقول لك يا استاذ عبد الباقي، عبد الفتاح القصري مش سايبني في حال، مش عارف اعمل ايه، اصله تعبني وجاب لي المصاري، وحماته الوليه المفتريه مش عارف اعمل لها، افترت عليا كل شويه تقول لي ومشتغل، وانا اقول لها حرام عليك انت، انت 3 جنيه اللي تسلاني بيه مش عارف اعمل ده، انا غلبت قوي قوي. انا هاخد الفنان اخو كلاند ذبح بسم الله الرحمن الرحيم، معنا الاستاذ عبد الباقي عزوز مذيع المحترم، بعزه جدا والله، مبسوط منك، مبسوط ان انا معاك جدا والله، وبالساده الاعضاء الموجودين ومدير القناه. أعود أقول لك أنت أنا شبح شبح يا عمي حكا.
اما اذبحوا سباح بيدحرج القميص على كل موجودين، يعني الكفاءه كلكم انتوا واحنا موجودين. اذبحوا السباح لما بينزل في اي حته بتعمل له قاعده زمت عشان سلام، سبح سبح يا عم الحاج، كل الكوميديا 100 100 يا عم الحاج. ناخد الفنان عادل امام. أنا سنة قلت لك وردة تعمل حسابك وردة، ده أنا الراجل لازم نقول له وردة في إيه؟ ده أنا محروس الضب. برافو 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 مصطفى. برافو مصطفى. طيب محمد عيد، عايزين نسمع حاجة. المايك بس كده اديله له يا مازن. مايك. قدمه ولا إيه؟ يلا قدم لنا بقى الفنان محمد عيد كده بطريقتك يلا. معنا الفنان محمد عيد. محمد سماحة، إن شاء الله هنسمع صوت الكروان العربي اللي زمان سمعنا مازن شومان صوت. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر عليك يا ابني، ليك مستقبل وطني كبير إن شاء الله، بس ما تنسانيش بعد ما توصل. اتفضل يا ابني. اتفضل. قرب شوية كده. بس خلاص خلاص. اتفضل. تمام. ابدا حن لها لكن نظراته في خيالي، نفسي احلم معها الاقي فواني وصحاني. ابدا حن لها لكن نظراته في خيالي، نفسي احلم معها الاقي فواني وصحاني. وازاي احب قلب كان يوم عيشه غيري، ويا ريتو اي واحد ده صاحبي اللي مالوش غيري. كل ما اقول انسى قلبي يقول لي مش عارف، ده انا عايش على هواها وعلى احساس صاحبي خاين. كل ما اقول انسى قلبي يقول لي مش عارف، ده انا عايش على هواها وعلى احساس صاحبي خاين. ودي اول مره الحب يدق فيه على بابي، فتحت الباب لقيت الحيره والغيره اصحابي. ودي اول مره الحب يدق فيه على بابي، فتحت الباب لقيت الحيره والغيره اصحاب. برافو عليك، صوت جميل جميل جدا. قول لي يا محمد، انت يعني انا سمعتك الحلقه اللي فاتت لما كنت موجود مع زميلي علياء، وصوتك بصراحه عجبني، بس حاسس انت بتتدرب على الاداء ده كتير في اماكن معينه، انت بتحاول انك انت تشارك فيها اكاديميه، تروح الاوبرا، تروح، لان صوتك فيه خامه كويسه وبيميل للشعبي اكتر. انا كنت بروح اكاديميه وكده بس يعني ما استمرتش فيها، كان فيزو بس مش مستغل. بالظبط، ما انا ده اللي انا عايز اقوله. بيحصل عنده ارهاق، بيرهق نفسه. يعني صوتك جميل وخامه حلوه، لو انت يعني تلتزم بالحرف اللي انت بتغني فيه دايما دايما تستعمل القرار في الصوت الواطي، وبعدين تعلى تدريجي. هي القرار دي طبقه من طبقات الصوت. لان اقوى مطرب اللي هو بغني بالقرار. يعني القرار مرات في واحد الصوت القرار الضخم ده بيكون صعب على لازم على الصيط يكون كويس. فبتبدا قرار تقدر تجيب جواب لما تعلى، تبقى مستريح. تمام. انت مايل زي ما قلت كده، انا شايف خامه صوتك بتحب الشعبي او مايل للاغاني الشعبيه اكتر، صح كده؟ انا نفسي. مين بقى مسك الاعلى من الفنانين اللي بيغنوا او موجودين في الساحه دلوقتي في مصر؟ هم زي تامر حسني مثلا. تامر حسني. طيب احنا نسمع حاجه لتامر حسني بس بعد ما نرجع من عند مازن، ونسمع حاجه لمازن. هتسمعنا ايه يا مازن دلوقتي؟ قول لي عمل لك ايه. جميل جدا، اتفضل يا مايسترو. بص يا مازن، عايزك تقرب الصوت عشان الصوت. المايك عشان الصوت. تمام. قرب الصوت يا مازن، قرب المايك. يلا بي. Thank you.
قول لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قول لي قول لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قول لي وانت اللي غال علي غال علي قول لي قول لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قول لي قول لي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قول لي وانت اللي غال علي غال علي قول لي العين في العين وانت ولا داري بحالي والعاطي بعين قلبي والفكر اللي جاي العين في العين وانت ولا داري بحالي والعاطي بعين قلبي والفكر اللي جاي خدوا مني ليالي كل ده كان فين قولي كان ملك ومالي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قولي وانت اللي غال علي غال علي قولي قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي قولي اجيب مين يقرا ومين يسمع كلامي واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي خدوا مني ليالي كل ده كان فين قولي كان ملك ومالي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قولي قولي عمل لك ايه قلبي قلبي اللي انت ناسي قولي وانت اللي غال علي غال علي قولي الله الله برافو 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 صوتك جميل جدا 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 بسم الله ما شاء الله عليك ربنا يحرسك يا ابني والله استاذ ثروت بجد والله احنا عايزين برضو حضرتك بخبرتك الفنيه الكبيره احنا بيجي لنا اطفال كتير جدا جدا والاول مره بيطلعوا ويظهروا على شاشات الفضائيات ايه النصيحه اللي حضرتك تقدر تقدمها من خلال خبرتك الكبيره لابنائنا عشان نقدر نفيدهم في الطبقات الصوت في الكوبلات اللي هم بيقولوها في الكلمات اللي هم بيختاروها يعني السن امتى يستخدم طبقه القرار وامتى يعلى من الطبقه اللي بعدها وامتى يبقى اقل الكلام ده كله السن لغايه 12 13 سنه بيختلف عن 15 و20 وما اكبر لان يعني بتكون طبقه السن هو صغير بتكون حاده تمام صوت اغلبيه الاطفال بيكونوا سوبران وصوتهم بيكون حاد زي البنات تمام. صوتهم لكن عندما يكبر القرار بيكون عنده باور في صوته تمام القرار ده يعني بيهيئ انه يقدر يقول الجواب مثلا سما اقول وترى القلب ونيران الهوى والاظا شوف وصلنا فين ده انت مش صوتك جميل حضرتك صوتك جميل وترى القلب ونيران الهوى طيب طب انا هستاذنك في حاجه بقى ممكن نسمع حاجه ولا صوتك عجبني فعلا ده مش مجرد مايسترو نسمع عشان الصنباطي نسمع اديله بقى كده انا لو بعرف اعزف هعزف لك بس ما عرفتش يعني انا صوتي ضاع برضه يخلف ربنا لا اسمع بقى لما انت حضرتك ما قلتش يعني انا بس لاحظت صوتك جميل جدا لازم تسمعنا حاجه يعني عشان الساده المشاهدين برضه اتفضل أيها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات على بالك
ما طاف ببالي من ليال وعهود مشرقات. لا رأت عيناك شكي وضلالي وحنيني ولهيب الذكريات. عندما يعرضها الماضي لعيني صورا تجلو الذي ضيعت مني من ليال بهوانا رقصا. هتف الصبح وغنى بنشيد رائع اللحن شجين. نغماتي كالمنى تقبل كالحلم السعيد في خيال كابتسام الزهرات. بين أني لا أبالي بالوجود ولياليه الحسان النيرات. إن يكن قلبك لا يسمع لحني فلمن يا فتنة الروح يغني؟ للهوى سر المعاني الخالدات. آه لو تسمعني أشكو الجوى يا حبيبي. اسمعني وترى القلب ونيران الهوى ولظى وترى القلب ونيران الهوى ولظى ودموع الشجن لترفقت بقلبي فانطوى ما بقلبي من هوى أرقني. أين أحلام شبابي أين مني أمسيات من فتون وتمني وعيون الدهر عنا غافلات. يا حبيبي أيقظ الماضي شموعي حينما طافت رؤاه في خيالي وترفقت بعيني بيقيني. فإذا الحاضر كالليل حيالي وإذا بي قد غلت منك يميني وانطوى ما كان من صفو الليالي الليالي. طال بي شوقي لأيام التمني وليال هن ماضي غاب عني. فأعد لي من طوى فأعد لي من طوى من بشريات. الله صح صح. جميل جدا جميل جدا جميل جدا. أنا عايزك يا مصطفى سمعنا بقى أنت عايز تقدم إيه للناس النهارده؟ ما عندك أي حاجة مجهزة كده نسمعنا عشان خلاص وقت الحلقة يعني قذر زي ما بيقول. يلا طلع لنا المواهب اللي عندك كلها. يلا تقلد مين وتعمل ايه؟ انا اديلك فكره فطوطه. ماشي يلا. عايز تقوم تقف عادي مش مشكله. لا دي وانا قاعد. طيب يلا. بقول لك يا بوس انا اهم حاجه ان انت تسمع كلامي وتفهم اللي انا عايز اقوله. انا مش عارف كل شويه اعمل حاجه كله مش بيستمع ليا. مش عارف الناس حطاني في دماغها ليه. اما انا مش فاهم حاجه لنفسي خالص. انت فاهم مني حاجه؟ خالص. انا مش فاهم نفسي. حتى تيزر خلتني جبت تتكلم كل ما اقول لي سموره هو اقول اجيشن يا سموره يقول لي لا اجيشن اقول له يقول لي لا يرضيك؟ لا ما يرضيش خالص. يا حول الله يا رب. جابوا لي صداع مش عارف الجماعه دول. انا مش قادر استمر. انا عايزك تفهم مني حاجه كويسه عشان انا نفسي اغني لك. ينفع اغني لك؟ غنيت. اتفضل. يلا قول. استاذ عبد الباقي يا سكرة انا بحبك انت والله انت السكرة والدنيا من ورا. واشكرك. شكرا شكرا.
يعني بس ايه يعني محمد عايز في عجاله كده هتقول لنا حاجه بس يعني ما تطولش عشان وقت البرنامج خلاص عشان احنا خلاص هنختم البرنامج يلا لنا اي هتقول هتغني ايه نغني لتامر حسني بس جزء صغير يلا لو فعلا بتهمك راحتي زي ما بتقول كان المفروض لما تشوفني تفهم على طول انك طول ما انت بعيد عني العمر بيجري ويسرقني ووجعي بيطول كفاياك اعذار والاخر مره هقولها لك كفاياك اعذار مش دايما هنسى وهصفالك عالوضع ده لا الجاي مش خير ولو بتقول نهايتنا خليها ببالك هتيجي في يوم هتلاقي نتيجة اهمالك عايشة وحيد والجرح يزيد برافو 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 المايك بقى لمازن نسمع حاجة عشان خلاص وقت الحلقة يعني يكاد يكون انتهى نسمع بقى حاجة كده لمازن نختم بيها الحلقة بتاعتنا ان شاء الله يلا سمعنا يا مازن قرب المايك يا مازن سمعنا ايه عندك بحرية عندك بحرية جميل جدا يلا يا مازن يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل عندك بحرية يا ريس سمر وشرقية يا ريس عندك بحرية يا ريس سمر وشرقية يا ريس والبحر كويس يا ريس وصل حبيبي عرم للدايب كتبنا فوق الحبايب دومنا عرم للدايب كتبنا فوق الحبايب دومنا وان شاء الله توصل مركبنا نتقابلنا وانت وحبايب وان شاء الله توصل مركبنا نتقابلنا وانت وحبايب نتقابلنا وانت وحبايب عادك بحري لك يا هوى الشمال نيران الهوى قتال ودغلك يا هوى الشمال نيران الهوى قتال ودغلك يا هوى الشمال نيران الهوى قتال والهوى يقطر على بالي ايام زمان وليالي والهوى يخطر على بالي أيام زمان وليالي أيام زمان وليالي عادك بحرية سمر وشرقية عادك بحرية سمر وشرقية والبحر كويس يا ريس وصل لحم
ممتاز جدا ممتاز جدا يا مازن. اعزائي المشاهدين انا بشكركم على حسن تواصلكم معانا، وبشكر كل ضيوفنا الكرام اللي نورونا النهارده وشرفونا، وعلى تواصل معانا في عيون مصريه والتواصل معانا من خلال ارقامنا اللي ظهرت على الشاشه لتبني اي موهبه فنيه غنائيه، تمثيل، قران، انشاد، رياضه، في اي مجال عيون مصريه موجوده على قناه الصحه والجمال بتتبنى جميع المواهب. نشكركم والى اللقاء اذا كان في العمر بقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.